سيدنا محمد رسول الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين. وأعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشريف فضيلة الشيخ أبو حسن البياع من هذه الرحاب المباركة رحاب المسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وقيامنا ورفعنا، وتقبلنا في عبادك الخالصين المخلصين بجاه حبيبك النبي الأمي الأمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وتوكلنا مع الصالحين. يكون صلوات ربي وسلامه عليه وعطية أمتي في شهر رمضان لم يعتدن نبي قط. قيل يا رسول الله إذا كان الصالح. الآن يقام إلى صلاة العشاء ويؤمنا فيها فضيلة الشيخ دكتور على المشحات الجميلة. فهم لا يؤمنون.
ولكن ما سكن في الليل والنهار وهو السميع
ذكرنا لكم قلنا بأداء صلاة العشاء التي أمنا فيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر مشحات الجمال شيخ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. ونحن نقول لكم صلاتي العشاء والتراويح من هذه الرحاب المباركة. ربنا تقبل منا وقبلنا واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نقضي صلاة التراويح التي أمرنا فيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عوض مشحات الجمال إمام مسجد وخطيب سيدتنا نفيسة رضي الله عنها. Thank you.
ولو ربنا عنه عنه
قد خسر الذين كذبوا بلقاء